مرحبا والسلام عليكم. أهلا وسهلا بكم الجميع إلى قناة تعلم هندي بالعربي. هلا راح نعطيكم درس من الطبيعة. زي ما شايفين تغيير بالجو. راح نبدأ في سلسلة جديدة اللي هي كيف بس نروح على السوق، على المحلات، على الدكاكين، يعني شو ممكن نتكلم وشو ممكن نسمع من أصحاب الدكاكين. فهاي راح تكون سلسلة، في كل فيديو راح يكون مقطع ونتابع في الفيديوهات اللي وراها شو بصير، زي قصة، يعني زي كأنك رايح على السوق تتسوق وشو ممكن يصير معك. فهون عندنا في الدكان أو السوق، هذا شوب بالإنجليزي، بالدكان يعني كمان هناك بالهندي بيقولوا عن الدكان دكان بسموها دكان، يعني بنقول عنها كمان نفس الشيء دكان، حانوت وما إلى ذلك. طيب افرض إنه رحنا على هالدكان، على سبيل المثال هون بدك تشتري شغلة، بدك تشتري مثلا على سبيل المثال معجون أسنان أو فرشاة أسنان، شو هاي من الشغلات مثلا اليومية أو العادية. فتعال تروح لعنده قل له أعطيني فرشاة أسنان، إذا بدك يعني حدا بتعرفه كل مرة ساكن قريب من المنطقة أو قريب من الجامعة من السوق وصار يعرفوك وعلاقتك جيدة معهم، يعني ممكن تقول بيه يعني يا أخ، يا أخوي، يا أخي، باي هي أخ، بيه كمان بزيدوها يعني كمان للتحبب يعني أكثر، كيف بقول خيا، خيي، أخي، عرفت كيف؟ فنفس الشيء فيك تزيد عليها. فبدك تقول أعطيني فرشاة أسنان أو بالإنجليزي مثلا give me toothbrush please مثلا، كويس؟ طيب هلا بالهندي هذا اللي بهمنا هلا، ففينا نقول هون موجي، فينا نقول موجي، يعني هاي فيك تزيدها، فيك بدونها، يعني لإلك موجي معناها لإلي، تو مي، فور مي، يعني بنعرف مي هي أنا، بس تقول موجي يعني تو مي بالإنجليزي أو لإلي، شو؟ لإلي. هاي كلمة يعني ممكن حطيناها عشان زيادة فيها حرف جديد مثلا، بتقول ما قلنا عنها موجي، كويس؟ موجي لاي انا، هيك طنط برش دو، هيك الجملة بتصير واحدة واحدة. فهاي موجي، مو جي، شو بقولوا موجي هيك هيك طنط طنط براش، بقولوها نفس الشيء توب. طيب هلا بنترجمها بنشرح شو الموضوع. فقلنا عنها موجي يعني أنا، لإلي، لا لي، هاي معناها لي، لي موجي، هيك يعني معناها واحد، بدنا واحد، طنط هي الأسنان، برش بنعرفها هي الفرشاة زي بالإنجليزي، تو أعطيني. كويس، فهي صارت شو معناها؟ موجي هيك طنط برش دو. طيب دغري هيك بتقول له اياها بسرعه اذا بدك، موجي بيا، موجي هيك طنط برش دو او دي جي، حتى في منهم بيقولوا اذا بدهم، بس هي يعني اهون هي دو. طيب هلا للا بحب كمان يتعلم الكتابه، شو بدنا كمان نعلم الكتاب كمان، فخلينا نشرحها فوق. ماشي الحال. طيب هلا قلنا عنها هالكلمة موجي، قلنا عنها بتبلش بحرف الماء، فهاي
عندك حرف الماء. هاي ما كويس لكن عشان تصير إلها ضمة مو، احنا بدناش ما، بدنا مو زي ما شفنا بالفيديوهات القديمة، زي الضمة بتحط لها من تحت. فإذا هاي مو من تحت. هلا حرف الثاني اللي هو جي، مو جي، هذا هو هون بتشوفها زي حرف الاس بالاول زي ما شفناها. اسامي بتزيد لها كمان شحطة هيك. هذول هذا الحرف صار حرف جديد يمكن عليكم. شو هذا الحرف؟ جي. هذا شو الحرف؟ قولوا له زي حرف بالانجليزي جي او جي بالعربي. كويس. وهذا هون صار موجي. هاي موجي اللي قلنا عنها معناها لي، لاجلي. مو جي. هلا اللي وراها ايك. هاي هون ايك نكتبها مره ثانيه. هاي اللي بنشوفها هون حرف اذا بتبلش باول كلمه هاي ايه. هاي شو هاي؟ اذا باول كلمه بيقولوا ها زي كانه فاول بالانجليزي ايه. فاذا ايه ايه موصول بالحرف اللي وراه اللي بنعرفه هذا شفناه من قبل. هاي الك. فهاي الك هاي ايه. ايه مكسوره ممدوده كمان فصارت شو؟ هيك زي واحد. هاي رقم واحد بالهندي. هاي رقم واحد بالهندي فصارت موجي هيك لحد هلا. فاحنا بدنا شو؟ واحد شو؟ دنت. دنت اسنان بقولوها بالاول مش فرشاه اسنان، اسنان الفرشاه. فإذا هون الطنط. شفنا بالفيديوهات السابقة كيف بيكتبوا الد زي بالعربي بس إنه شوي معكوسة. فإذا هاي الد شفناها إلى سن هيك. هاي الد زي ما شايفين هون. وده وآ شو هاي؟ د وآ لأنه بمدوها الد. بعدين عندك تي حرف الت. هاي حرف شو؟ تا. هاي حرف الدا. هاي الآ. هاي شو؟ رقيب الشقلوب من الشمال لليمين. فصارت مش دات. بيقولوا دانت. اللي هي الأسنان. لأنه عليها سكون الآن هنا في قاعدة. لأنه عليها سكون ما بنكتب حرف النا. اللي شفناه بالفيديوهات السابقة. في اختصار بيجي بحطوا نقطة فوق الخط هذا. دا. بحطوا نقطة. هاي النقطة فوق تا وآ. دا إن إن. كأن هاي حرف شو؟ الان لانه ساكنه بالنص. دانت صارت هاي ان. هاي معناها شو النقطه؟ هاي دانت. عرفت شو؟ اللي هي معناها اسنان. كويس؟ فصارت الجمله لحد هلا موجي ايك دانت. دانت شو؟ بدنا نقول براش. عم نحكي عن اسنان. ما راح يعطيك اسنان، راح يعطيك شو؟ فرشاة اسنان. فاذا براش. هاي هذا كمان شفنا على ما اعتقد شفنا حرف الباء. شايف حرف الباء؟ هاي زي حرف الباء لحالها باء. طيب بس احنا عندنا اياها براش. كويس. في عندك حرف الراء عاده بيعملوها الراء هيك كنا نشوفها. هاي الراء. هلا الحرف اللي وراه هو الاش. هاي الاش. هاي شو؟ هاي زي حرف زي كانك بتكتب. تخيل عم تكتب حرف اثنين بالانجليزي والى عصاي هون. هاي شو صارت زي اش؟ شو صارت زي اش؟ يعني في اكثر من اش بالاحرف الهنديه حسب شو بده. اتش واتش وشو كيف خفيفه بتشد عليها بلسانك. وانا شو براتش شو فبكتبوها حرف الشا زي ما شايفين بهالشكل. فصارت شو؟ اب. هاي با. شو هاي؟ براش. شو براش؟ شو صارت؟ بس هون في شغلة جديدة كمان من القواعد باللغة الهندية. لما يكون على الحرف سكون، لما يكون على الحرف سكون بيختصروه، ما بيكتبوه نفس الشيء كومبليتلي يعني بالكامل، بيعملوا له اختصار زي ما شفنا لحرف الن الان هون. عشانها كانت دانت عليها سكون فصارت اختصروها عملوها شو نقطة. هون هنا اب شو هاي بيقولوا؟ برش. فإذا في على الاب سكون. شو في على الاب سكون؟ فبيختصر الحرف اللي وراه
اللي موصولة فيه شو الراء. فإذا هاي الراء بطلت زي ما هي العادة بنعرفها الحرف الكامل، بيختصروها شو شو بتصير؟ بيوصلوها بالحرف اللي عليها سكون ب، يعملوا لها خط هيك. هاي شو؟ هاي اختصار لحرف الراء، فصار إب. هاي الزرق اللي باللون الأزرق إب، والموصول بحرف الراء. فإذا هاي الخط اللي جاي هذا الوصل للراء، فصارت براش مع بعض. شو صارت؟ ب وراء وإيش يعني البراش؟ أنت براش كويس؟ شو آخر شيء بنقول؟ دو، يعني دو من دينا، الاسم هي هي دينا، هي العطاء. شو دار العطاء كويس؟ فإذا صارت وراها الدو الفعل يعطي، يعطيني. فإذا قلنا الدو اللي هي حرف الدا، هاي هي الدا، بس احنا بدنا مش ده على الحل، بدنا الدو. فإذا ما بنزيد عليها ألف لحالها بصير دا زي ما شفنا من قبل، بس احنا بدنا الدو. فالتشكيلة عليها ما بتحط على الألف ريشة، زي كيف قبعة وإلى ريشة، فهي أو، فصارت كلها مع بعض دا و أو، يعني بصير شو؟ دو، على وزن بالإنجليزي لو وقانون كويس. فالجملة ككل هاي هي صارت يعني مجيئك تانت براش دو. وشكرا، ونرجو لكم النظافة والصحة، وشكرا على المتابعة والرجاء الاشتراك، ونراكم في الفيديو المقبل لنتابع القصة ونشوف شو صار. والسلام.